التقسيمه اللي طول عمرنا كنا ماشيين بيها في الكروسيس، بنقسم الكروس على حسب التقسيمه دي، دلوقتي خلاص يعني راحت عليها شويه، لكن برضو ايه لسه في ناس ممكن يسالوا بيها ولازم يبقى في دماغك. خلاص صافي كده ماشي يا جماعه. كانوا زمان بيقسموا الكروسيس بالطريقه دي، لحد قريب جدا كان هي دي التقسيمه بتاعتنا. يقول لك الكروسيس السموم الاكاله اللي في العالم كلها نوعين، نوع اسمه تيبيكال كروسيس اللي هي ميه النار الحقيقيه او بيسموها ان اورجانيك كروسيس، ودي بيكون فيها صفتين عشان اقول عليها ان هي تيبيكال كروسيف يعني سموم اكله بجد، لازم يكون فيها صفتين. الصفه الاولانيه سترونج كروسيف قويه جدا لدرجه ان ما اقدرش اعمل جاستيك لافاج، لو حد شربها لو دخلت اي حاجه تعمل بيرفوريشن. الصفه الثانيه ان هي لوكال اكشن بس ملهاش سيستميك افكت. خلاص في نوع ثاني من الكروسيف ده اضعف شويه بيسموه الاي تيبيكال كروسيف او بيسموها اورجانيك كروسيف، ودي المثال بتاعها الكربونيك اسيد اللي هناخده النهارده اللي هو الفينول اللي هنتكلم عليه النهارده ان شاء الله. ودي عشان اقول عليها ان هي ايه تيبيكال يكون فيها صفتين برضو، الكروس الاكشن بتاعها ضعيف يعني اللوكال افكت بتاعها ضعيف، وبالتالي ممكن اعمل لها جاستيك لافاج بمنتهى السهوله. لما هناخد الكربونيك اسيد النهارده هنعرف ان ممكن نعمل له جاستيك لافاج ما بخافش ولا حاجه. نمره اثنين ان هي اساسا سيستميك افكت، يعني السلفوريك اسيد ميه النار العاديه بخاف جدا من اللوكال افكت بس، هو ده المرعب بالنسبه لي، ملوش سيستميك افكت. اما الكربونيك اسيد اللي هو الايتيبيكال ده اللوكال افكت ما بيعملش حاجه، بخاف جدا بقى من السيستميك افكت. خلاص فالتقسيمه دي لازم تبقى في دماغنا، والسلايد دي لو نصورها ونرفعها ولا حاجه يبقى نصير لسه ما جاتش فانت بقى تولى المهمه دي. خلاص اه فدي مهم يعني التقسيمه دي لازم ابقى عارفها عشان بس ايه نمشي بيها ان شاء الله يعني. خلاص هنبدا بقى بالنوع الاولاني اللي هو ميه النار بجد اللي بيسموه الان اورجانيك كروسيفز اللي هي تيبيكال كروسيفز، ونبدا ب الكلينيكال بيكتشر بتاعها بتعمل ايه؟ يبقى الكلينيكال بيكتشر اللي مكتوبه قدامكم دي اللي بتاعت الان اورجانيك كروسيفز او السترونج كروسيفز او التيبيكال كروسيفز. خلاص هي اللي مكتوبه قدامكم دي. ساعات بيجي لكم السؤال بطريقه ثانيه، طريقه رزله كده، يجي يقول لك ايه؟ ديسكاس كلينيكال بيكتشر اوف سلفوريك اسيد بويزنينج او بوتاش بويزنينج، هي دي نفسها التيبيكال كروسيفز اللي قدامكم دي. خلاص؟ يبقى السؤال يجي لك يا اما كلينيكال بيكتشر اوف كروسيف ان اورجانيك كروسيفز او تيبيكال او كلينيكال بيكتشر اوف سلفوريك اسيد او بوتاش، بوتاش اللي هو العيال بيشربوه ده. خلاص واتفقنا ان لو حد تعرض للسلفوريك اسيد او البوتاش بياثر على اربع حاجات، يا اما لو هو شربه يعمل لي جاستو انتستاينال مانيفستيشن، يا اما لو اترمى عليه كده يبقى سكين واي مانيفستيشن، يا اما لو شم الفيبرز بتاعته او رجع ودخل في الاير باسج يبقى ريسبيراتوري مانيفستيشن. هم دول مانيفستيشن اللي عندي. ناخدهم واحده واحده كده ونبدا باهم مانيفستيشنز للسلفوريك اسيد او البوتاس. لو حد شربه الجي اي تي هيحصل له ايه؟ ده الكلام المهم بقى. الانجشن او جي اي تي افكت هم اربع كلمات لازم تكتبوهم. بيعمل لي كده بص يا جماعه اربع كلمات. فين؟ وسلايفيشن وايه اسوفجس وايه ستومك. ايه الكلام ده بقى؟ بأول كلمه فين؟ الم رهيب. نمره اثنين سلايفيشن. نمره ثلاثه لو الاسوفجس انفولفد حصل له مشكله هيبقى شكله كذا، ولو الاستومك حصل له مشكله هيبقى شكلها كذا. ناخدهم واحده واحده كده. اولا بين، بين رهيب، الم رهيب من اول اللبس والطن لحد الاستومك واخده كل الميد لاين ده، يبقى سيفير بين لدرجه ان هو ممكن يموت من الالم، نيوروجينيك شوك صدمه عصبيه ويموت من البين. خلاص يبقى دي اول كلمه لازم اكتبها. اللي بيشرب بوتاس او يشرب سلفوريك اسيد اول حاجه بين. تاني كلمه مهمه جدا واساس للتشخيص اسمها سلايفيشن، او الاسم الاجمل بقى اللي مكتوب مع الاسينشال بس مش مكتوب في الكتاب في الموضوع نفسه بيسموها درولينج. دي الكلمه الاشهر يجي لك في الامتحان اخر سنه كيس وانت مش فاهم فيها اي حاجه وكتب لك في النص كده العيان جاي المستشفى عنده درولينج اللي هي السلايفيشن دي على طول في الروس. خلاص ليه بيبقى عنده سلايفيشن؟ طبعا واحد شرب حاجه مؤلمه جدا عامله سيفير اريتيشن سبريد جلاند وفي نفس الوقت شفايفه مورمه ولسانه مورم مش قادر يقفل بقه وبالتالي يبدا يحصل له سلايفيشن. مهمه جدا في التشخيص سلايفيشن، ولو حد عنده سلايفيشن او درولينج كتير قوي بخاف، دي مانيفستيشن دي معناها تدل ان في خطوره. خلاص يبقى اكسسيف سلايفيشن ودرولينج يبقى بين وسلايفيشن. نمره ثلاث ايه في اسوفجس؟ لو الكروس اللي هو شربه ده اثر على الاسوفجس، وهنعرف دلوقتي ان اللي بيأثر على الاسوفجس اكتر هو الالكالي، واللي بيأثر على الاستومك اكتر هو الاسيد زي ما نشوف دلوقتي. خلاص يبقى لو واحد شرب الكالي بوتاس بالذات بيأثر على الاسوفجس اكتر. لو الاسوفجس انفولفد وتأثر بيحصل له ايه؟ بيحصل له حاجتين مهمين جدا، ديسفيجيا واوديلوفيجيا. ديسفيجيا اللي هو صعوبه ديفيكالتي مع البلع وكده،
وادينا تيجي الاقي الم فين بقى مع الايه سوالو خلاص. نمر 4 ايه ستومك دي اكتر مع الاسيد. لو واحد شرب اسيد سلفوريك اسيد واثر على الستومك وبدا يعمل له بقى سيفير ستومك ايه مانيفيستيشنز بتلاقي العيان بيشتكي من ايه طبعا انتجاستريك بين جامد جدا اند هيماتيمسيس خلاص. ادي الاربعه مانيفيستيشن اون انجيشن هم 4% بين درولينج اللي هي السلايفيشن يعني وايه في اسوفجاس وايه في ستومك خلاص. ده بالنسبه للانجيشن. نمره 2 لو واحد تعرض دي بقى ريسبيراتوري ازاي الكروس بيدخل في الريسبيراتوري سيستم ياثر عليه ازاي بطريقه من اثنين. الكلام اللي بالاصفر ده مش موجود في الكتاب ده بس ده شرح يعني عشان نبقى فاهمين يعني خلاص. ازاي الواحد يتعرض للكروسيف وياثر على الريسبيراتوري باسج بطريقتين. يا اما يشم الفيومز الفيبر بتاعته بتاع في ميه النار لما تتكلم على اي حاجه تلاقي فيه فيبر بتطلع خلاص او فيومز. الفيومز دي ممكن تاثر على الاير باسج او ممكن يحصل له فومتنج نتيجه ان هو شربها فحصل له فومتنج ودخل في الاير باسج خلاص. يبقى الريسبيراتوري دامج يبقى العين شكله ايه لو الكروسيف اثر على الريسبيراتوري تراك يحصل له ايه. الكتاب كاتب لي بقى من اول كف ومش عارف ودسني وحاجات كتير كده بس اغلب اللي مكتوب قدامك ده كلام فارغ لان اهم كلمتين ما كتبوش. اهم حاجه في الريسبيراتوري هما دول. يعني هو كاتب الكف بس ما كتبش للاسف الاثنين دول وهو نفسه جايب سيرتهم بعد كده سترايدر اند هورسز اوف فويس. دول اهم كلمتين. السترايدر ده بالذات خطير بالنسبه لنا. ايه السترايدر ده اللي هو ايه اللي هو تعريفه بالانجليزي بقى اللي هو ايه نويزي ريسبيريشن اكنه بلوينج اوف ذا ويند اكنك سامع صوت عصفير الرياح. هو ده النفس بتاعه كله نويزي ما بيتنفسش بسهوله كده اسمها نويزي ريسبيريشن بين قوسين بلوينج اوف ذا ويند زي ايه عصفير الرياح كده خلاص. على فكره بقى يعني واحد من اشهر المراجع عندنا في التوكسيكولوجي كاتب كده بالظبط سترايدر معناها بنسبه 100% ان في سيفير اوسفيجيال دامج. سترايدر معناها حته الاوروفاركس دي فيها مشكله كبيره يبقى الاسوفاجس بنسبه بعض الكتب بتقول كده بنسبه 100% في سيفير اوسفيجيال دامج خلاص. وابسنت اوف سترايدر ثانيه واحده ابسنت اوف سترايدر برده الكتاب ده كاتب كده ابسنت سترايدر دي حاجه مطمئنه لو مفيش سترايدر يبقى تطمني يبقى ان شاء الله الحاله ممكن تعدي خالص. هو سترايدر وده سترايدر 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 ايه سترايدر ما اعرفش ايه سترايدر حد ليه ايه ما اعرفش في دكتور سترايدر دي ما اعرفش اللي هي برده ان البوكال بوتنشال قديمه ف هي لا ما انا ما اعرفش سترايدر هي سترايدر بو سترايدر دي معناها نويزي ريسبيريشن due to involvement of the larynx or trachea. هي كده فعلا لما تلاقي سترايد ده معناه ان الفوكال كورد فيها مشكله فعلا يبقى منطقه الاوروفارينكس دي فيها مشكله خلاص. يبقى خلي بالك يبقى كف وكلمه كف دي ما تهمنيش. كف دي اي حد لو شرب حاجه شاي سخن شويه يحصل له كف خلاص. اللي يهمني هم دول سترايدر وهورس اوف فويس. امال ايه هورس اوف فويس اللي هو معناه ايه سعيده سعيده يا باشا قاعدين الاقلام الابيض اسود خلاص. يبقى سترايدر وهورس اوف فويس. هورس اوف فويس اللي هو ابنورمال كواليتي اوف فويس يعني واحده منهم مشكله في التنفس اللي هو سترايدر والثانيه مشكله في الصوت نفس الفويس خلاص. كل الحاجات دي معناها الاوروفارينكس فيه مشكله يبقى هو غالبا سيفير ايه دامج. في حاجات ثانيه بقى كاتب لي ممكن يحصل له ديسنيا ماشي برونكو كونستريكشن ماشي ممكن يحصل له بالمونري ايديما ليه ان شاء الله كل البالمونري ايديما اللي في الكتاب عندي هي نفس السبب ديو تو بالمونري كابيلاري فلويد لين. لكن مع المورفين والبارفيتوريت والكربونوكسايد كان هايبوكسيا ليدنج تو بالمونري كابيلاري فلويد لين. مع السالسيليت ادرينرجيك اوفر اكتيفيتي وشيفت بالمونري كابيلاري فلويد لين. مع ده دايركت دامج ده تاثير مباشر دايركت دامج تعملي بالمونري كابيلاري فلويد لين خلاص. انما كل اي بالمونري ايديما في الكتاب هو نفس السبب سببها بالمونري كابيلاري فلويد لين خلاص. بعد كده ممكن يحصل له بقى كيميكال نيمونيا كل المانيفيستيشن دي ممكن اسيد هيعمل ايديما زي السيرفر جاسد ده مش ديهايدريتنج انا لا انا بتكلم على الكروسيفز كلها اه طبعا لا ده ما في حاجات بتعمل وفي حاجات ما بتعملش طبعا تمام والله صاحي برافو عليك. هو انا ممكن ابقى رايح كده بس ببقى ماشي يا جماعه تمام. ده بالنسبه يبقى خلي بالك بتكلم دلوقتي عن الكلينيكال بيكتشر اوف كروسيفز كلها مش كل الكروسيفز الان اورجانيك اللي هي التيبيكال كروسيفز زي السلفوريك اسيد والبوتاس والهيدروكلوريك اسيد كل الاسيد القويه والالكل القويه وكده خلاص. فقلنا الكلينيكال بيكتشر بتاعتها بيأثر على اربع حاجات. نمره 1 الجي اي تي انجكشن ودي اهم كلمه لازم تقول لي فيها اربع حاجات تقول لي بين درولينج اف اوسوفاجس واف ستوب
بعد كده الريسبيراتوري، اهم كلمتين سترايدر اللي مش موجودين في الكتاب دلوقتي بس موجودين بعد كده، سترايدر وهوسن فويس مهمين قوي، وحاجات تانية اقل اهميه نون كارديوجينيك بالمونري ايديما والكلام ده. نمره ثلاثة، لو جت على الجلد والعين بقى يعمل لي طبعا بين ويعمل لي بيرن، حروق اللي احنا سميناها في الجنرال اسكار فورميشن اللي عندنا في الاسم بيقولوا لها اشر، يعني المهم هو رايح دماغه كده بيرن وخلاص ما جابش بقى ولا اسم ولا حاجه، او يحصل شويه ايديما وفيزيكال فورميشن. طبعا فيزيكال ما عدا السلفوريك اسيد ما يعملش فيزيكلز، تمام خلاص. فيزيكال بقيه الكروس بتعمل لي برده ايه فيزيكال، هي احد درجات الحروق برده الدرجه الثانيه من الحرق وهكذا. ادي الكلينيكال بيكتشر بتاعتنا. بعد كده بدا يقول لي بقى الكونسيكونسز، ايه بقى الحاجات اللي انت متوقع تبدا تحصل، التتابع الاحداث لما طفل صغير يشرب بوتاس ولا حاجه او شرب سلفوريك اسيد، تتابع الاحداث كالاتي. اول حاجه بتحصل طبعا نيكروزس، انا لسه قايلها امبارح، لو كان شرب اسيد كواجلاتيف نيكروزس، لو كان الكالي ليكويفاكتيف نيكروز خلاص. طبعا تاني خطوه بعد النيكروزس، بعد ما في حاجه تموت، بعد ما تموت لازم هتقع فتعمل لي تحتيها السريشن وبرفوريشن. الخطوة الثالثة، الجسم يبدأ يعمل هيلينج فيبدأ يحصل فايبروزس خلاص، بيحصل في خلال من أسبوعين إلى ثلاث أسابيع. طيب في حاجة ولا إيه؟ حبيبة جاية ولا لا؟ كويس الحمد لله. ماشي يا جماعة، ده التتابع المنطقي، أول حاجة نيكروزس ثم ألسريشن وبرفوريشن ثم يبدا يحصل شويه فايبروزس هيلينج كده باي فايبروزس. ده بيحصل بيحتاج وقت طبعا من اسبوعين الى ثلاث اسابيع. بعد كده نديك الفايبروزس، تخيل بقى فايبروزس في حته ضيقه كده زي الاسوفجس، يبدا يحصل ستركتشر فورميشن وده بيحتاج من اسابيع الى سنين. واخيرا حته فيها ستركتشر اهي، ادي الاسوفجس ماشي طبيعي كده وبعدين بقى ضيق من تحت ستركتشر، فالحته دي فيها اريتيشن مستمر على طول، وبالتالي بعد ديكيد بعد عشرات السنين يبدا يجي له سكويما سيل كارسينوما اوف الاسوفجس كارسينوما خلاص. بقول لكم الطفل الصغير اللي عنده 3 سنين لو شرب بوتاس بالذات اللي هو الكالي، لان الكالي بيأثر اكتر على الاسوفجس. ليه بيأثر على الاسوفجس اكتر؟ هي ملهاش علاقه بحاجه، بس هو عشان السكويما اللي انتوا عارفين الاسوفجس ودي الاستومك، الاسوفجس اللايننج ابيثيليوم بتاعه ايه؟ سكويما سيل، والاستومك كولومنر سيلز خلاص. لقوا كده ان الاسيد بيأثر اكتر على، يعني السكويمس ابيثيليوم ده بيقاوم الاسيد انما ما بيقاومش الالكالي، الالكالي ليه تاثير اقوى عليه، بينما سكولامنا ده بيتاثر اكتر مع الاسيد خلاص. ان الاسيد بيعمل هنا فازو سبازم او بايلور سبازم، يبدا يتجمع في المكان ده فده يبدا ياثر على السمك اكتر. بس السن كبير مع ده بيبقى اشد بكتير، وبعدين مع البوليك الاسيد لانه بيعمل هنا بايلور سبازم يبدا يتجمع هنا بكميه كبيره فيأثر أكثر على الأسد. ماشي يا جماعة؟ بس هو الأهم زي ما بقول كده إن السكويمس الإبيثيليوم السكويمس ده بيقاوم الأسد خلاص؟ ده بالنسبة إيه؟ للبرسونال، ده تتابع الأحداث بتاعنا. طيب الكومبليكيشنز أو المضاعفات بقى المتوقع اللي ممكن تحصل، حاجات خطيرة بقى. في حاجات إيميديت كومبليكيشن ممكن تموته على طول. زي إيه مثلا حاجات الكومبليكيشن السريعة؟ اول حاجه اير وي زي ما اتفقنا، لو داخل عطيه الاير باسج يعمل لي بقى سترايدر، ممكن توصل الى ايديما اوف ذا فوكال كورز وتعمل له ريسبيراتوري او اير واي كومبرومايز ريسبيراتوري فيلير. نمره 2 يحصل له شوك. ايه سبب الشوك اللي ممكن تحصل له؟ كذا طريقه بقى الكتاب كاتب لي، يحصل مثلا نتيجه الهيموريدج طبعا، الميه في النار اللي داخله دي دايركت افكت بتعمل ايروجن اوف بلاد فيسز وكده، ممكن ينزل ويعمل هيماتيمسيس ودم كتير جدا. نمره 2 فوميتنج، ها ممكن البومتنج يبقى كتير جدا برضه لدرجه يعمل له شوك يدخله في هايبوتنشن. نمرة 3 ثيرد سبيس سيكوستريشن. ايه ثيرد سبيس دي؟ اللي هو ببساطه انا كاتبها لك بين قوسين كده، شيفت اوف انترا باسكولار فلويد الدم والحاجات دي للانترستيشال سبيس، يسيب الدم خالص للسيركوليشن ويدخل على الانترستيشال سبيسز ديتكت الدمج وديتكت انكريس بيرميبيليتي. ليه؟ ثيرد سبيس انترستيشال للانترستيشال نفسها خلاص. في بقى سبب رابع للشيف للشوك، للاسف الكتاب مش كاتبه، مع انه من اهم اسباب الشوك اللي احنا بنشوفها اللي هو نيوروجينيك شوك، من الالم الرهيب يعمل له نيوروجينيك شوك صدمه عصبيه، ده يمكن اهم سبب في الاربعه، اهم اسباب الشوك اللي ممكن تحصل للعيال ده خلاص. يبقى اللي بيشرب ميه نار او يشرب بطاس الاطفال الصغيرين معرض للشوك. ايه اسباب الشوك؟ اربع حاجات، يا اما هيموريدج يا اما ثيرد سبيس يا اما ايه نيوروجينيك شوك او الكلام ده كله او الفوميتنج او كده. طيب بقيه الايفكت بقى
لما ثلاثة طبعا ممكن يحصل له بقى جي اي تي بيرفوريشن من الاول خالص، تلاقي الولد بيقول لك ايه انا عندي الم رهيب في المنطقه دي، لما يعمل لك كده مش هنا مش النص كده، دي على طول معناها ميديا ساينايت حسب بيرفوريشن، او يقول لك الم في المنطقه دي بطنه كلها كده، دي معناها حسب بيرفوريشن بدا يحصل له بيرتونايتس خلاص. فدي برده من المضاعفات، يحصل له بيرفوريشن سواء في الاسوفاجس تعمله ميديا ساينايتس او في الايه استومك فتعمله ايه بيرتونايتس خلاص. في حاجات تانيه بقى كومبليكيشن تانيه ممكن تحصل متاخره شويه ليه، زي الستركشر فورميشن، بنضطر بقى نعمل له جراحات زي ما بنشوفها دلوقتي، دي شغلانه كده. او ممكن بقى فيري ليت بقى اللي هي الريموت افكتس تحصل بعد عشرات السنين، يحصل له سكويمس سيل كارسينوما اوف ذا اسوفاجس. والله بدون مبالغه فعلا الطفل اللي بيشرب وهو عمره 3 سنين ممكن يفضل يتابع بقى كل كام شهر كده يجي لنا نعمل له منظار لحد ما يبقى عنده 30 40 سنه خلاص، بيستمر يعني. ده بالنسبه ايه للكومبليكيشن بتاعي. بعد كده انفستيجيشن، ايه الفحوصات؟ ها ها قول ها ايه معناها ايه؟ يتم رزلك كل الانكريس كابيلا بريميابيلت معناها ثيرد سبيس اكوستيشن، بس ما اعرفش ليه كتبوه هنا يعني، ده مش معنى اساسا يعني. ليه؟ انا بصي فلسفه خايبه يعني. اه هي الفلسفه كلام كده، ما اضطريت اقولها عشان مكتوب في الكتاب، انما انا لوحدي عمري ما قلت كلام كده. معلش يعني، انا كريم انا مش هفهم، ماشي عليا بلاوي دلوقتي، انا مش الاسد كلام امبارح برضو كذا حاجه امبارح قلتها ما ينفعش تسجل والله. الاسد ما يعملش نمونيا، مش يعني الدامج اللي هو احنا قلنا هيعمل ليه ما يعملش نمونيا ليه؟ حضرتك قلت ان هو بيعمل كواجليشن، بس ما هو هيعمل كواجليشن بعدين الحته دي هتقع، فهيعمل نمونيا ليه؟ اصل عمر لما بيسال حضرتك بتقول ما يعملش نمونيا. لا ده انا مش عايش نوني مش فيزيكلز، لا الفيزيكلز اوكي، لكن والله موت راجل مسجل لي كل كلمه، كنت بتكلم كل مسجل كنت بتكلم اه سوري ايه دي ما مش لا برضو لا النكرد جيم في الجون القديمه حاجه ثانيه، ده لوكال يعني دايركت دامج بقى يعمل قديمه مفيش مشكله الاسد اه هيعمل قديمه علشان بس ديليت شويه عن بتاعه ليه ماشي يا جماعه. طيب بعد كده نيجي بقى للانفستيجيشن، ايه الفحوصات اللي بعملها؟ في حاجات لابوراتوري جنرال بقى، يعني مثلا سي بي سي وسي بي سي ليه، وبيقول لك واجليشن بروفايل والكلام ده كله ان شاء الله، لان برضو اللي بيشرب اسيد محترم ده سلفوريك او هيدروكلوريك اسيد او كده برضو بيحصل له شويه ابسوربشن يعمل لي اسيدوزيس، والاسيد ده لما بيدخل في الدم بيبدا يعمل لي بقى دي اي سي ويأثر على الكلوتنج فاكتورز والحاجات دي فعلا. ليه عشان كده التقسيمه القديمه بتاعه ان هي ان اورجانيك معناها لوكال اكشن بس ما بقناش نحبها دلوقتي، لان هنا كمان حتى السلفوريك اسيد ممكن بقى يحصل له ابزوربشن ويأثر على الحاجات دي، فيعمل لي بقى دي اي سي ويأثر على الكواجيليشن، ولازم اقيس الاورجانيك بلاد جاسز لانه بيعمل اسيدوزس، لو الاسيد ده حصل له ابزوربشن يعمل لي اسيدوزس. احنا عندنا في الماجستير نسال سؤال الدكتوراه، نسال الدكاتره اللي عندنا كده سؤال ظريف شويه، يقول له ايه هو الكروسيفز الاسيد دي بتعمل اسيدوزس، يقول لي اه عشان بيحصل لها ابزوربشن. اقول له بقى انهي نوع من الاسيدوزس، يعني انا جاب اخبار ايه، هاي ولا نورمال ولا غريبه شويه السؤال ده، انا جاب شكلها ايه نورمال ازاي يعني عاليه مثلا شويه، اصل اي اسيدوزس لازم الاورنج جاب تتغير لان البايكر بيت قلت، مش البايكر بيت ايه ليه ما في اي اسيدوزس لازم بايكر بيت، بس ما ليه بنسميها ميتابوليك اسيدوزس عشان بايكر بيت؟ حاجات هتزيد ثانيه هي نورمال. لا لا هو بص الاجابه ببساطه شديده جدا، الاجابه ببساطه شديده جدا على حسب نوع الاسيد، لو كان الاسيد اتش سي ال يعني فيه كلورايد، الكلورايد ده بيزود انايونز فبيعمل لي الانايون جاب تفضل زي ما هي نورمال، زي ما قلنا فاكرين لما قلنا امونيوم كلورايد اللي خدناه زمان بيعمل اسيدوز وذ نورمال انايون جاب، ومش امونيوم كلورايد بس، اي حاجه فيها كلورايد بتعمل كده، فالهيدروكلوريك اسيد يقول لك ما بيعملش انايون جاب بطبيعيه، انما السلفوريك اسيد هو برده انايون السلفيت دي لكنها مش محسوبه وبالتالي بيعمل هاي انايون جاب عادي، مش مهم كلام زياده يعني، المهم ان في حاجه اسمها اورتيريال بلاد جاسز لازم تتعمل مع الايه في الحالات دي خلاص. ازاي ما انا حاجه من الاول ولا عادي كويس يعني. لا عيب ازاي بقى. طب راديولوجي، ايه الراديولوجيك انفستيجيشن اللي بعملها العيان؟ ممكن اعمل له طبعا اكس راي، اولا تشست اكس راي ليه ان شاء الله لو خايف من البرفوريشن عشان اشوف اذا كان في مثلا ميدياستاينايتس في حاجات زي كده،
او حصل مثلا نانكارديجينيك بالمونري ايديما. نمره 2 ابدومينال اكس راي فايدتها ايه؟ عشان لو حصل له بيرفوريشن ذا ستومك هتلاقي ساعتها في هواء موجود في الايه المنطقه دي. بعرفه ازاي ان شاء الله الهواء ده شكله ايه؟ لونه غامق طبعا، بس في حاله الابدومينال بالذات لازم اعمل له اكس راي ان ذا اريكت بوزيشن وهو واقف مش هو نايم. عشان هو واقف الهواء بيروح طالع يبدا يتجمع تحت الدفان كده. بص على الدفان تلاقي تحتيه حتت بلاك غامقه كده خلاص. المهم يعني بالاكس راي مهمه في حالات الكروسز تو اكسكلود بيرفوريشن سواء في الشست اعمل له تشيست اكس راي او الابدومين ابدومين اكس راي. ده عشان اشوف الاستركشر بعد كده. برافو عليك، بس هو مش كاتبها. برافو عليك طبعا. الحاجات اللي واحد عنده باريوم مين وباريوم ايشن وبتاع وهروح مديله باريوم ساعه ولا لا ده لا ده بعد كده ده في الليت عشان موضوع استكشن. بس المفروض برضه يعني المفروض تجيب سيرتها برضه هيساعدني اشوف لو في بيرفوريشن. لا بيرفوريشن ايه هو هيعدي حضرتك لو شاف بيرفوريشن ما تعملش باريوم خالص. ماشي يا جماعه، يبقى الاشعه اللي بتتعمل تشيست اكس راي عشان اكسكلود اوسوفجيال بيرفوريشن وابدومينال اكس راي الشطار يروح كاتبين ان ذا اريكت بوزيشن وهو واقف تو اكسكلود ايه الجاستريك خلاص. في نوع تاني من الاشعه ممكن يتعمل لو انت شاكك في النتيجه مش عارف تحلف هو حصل بيرفوريشن ولا لا وده هوا ولا لا، اعمل له سي تي ادق شويه اكثر دقه. يبقى سي تي برده ممكن تبقى افكتيف شويه لو انت شاكك بقى بعد كل ده. وللاسف يعني ولا الاكس راي ولا سي تي بتديك نتيجه صحيحه بنسبه 100%. اللي بيديك نتيجه صحيحه 100% بقى هو الحاجه الرابعه اللي هو الاندوسكوبي. هو ما اعرفش ليه كاتب الاندوسكوبي مع الراديولوجيكال هنا، بس فمضطرين لو جات لكم في امتحان قول لي راديولوجي انفستيجيشن حط معاه الاندوسكوبي. هو مكتوبه هنا كده خلاص. الاندوسكوبي دي حاجه مستقله طبعا لوحدها يعني. ايه بقى الاندوسكوبي ده؟ قالوا لكم في الاي ان تي اكيد اللي يشرب كروسيف اوعى تعمل له اندوسكوبي او ما تعملش عشان بيرفوريشن والكلام ده. الكلام ده خطا طبعا. ده لازم اعمل له اندوسكوبي بس ايرلي، لازم يتعمل بدري يعني لازم يتعمل في اول 24 ساعه يعني. في الاول خالص مش هيبقى مفيد قوي، مش هيجيب لك النتيجه بالظبط، لكن بيتعمل مثلا بعد 12 ساعه 24 ساعه في الوقت ده. الكتاب كاتب لك ممكن يتعمل لحد يوم او يومين. ماشي، هو مش محبوب قوي في اليوم الثاني بصراحه. ما تقولوا لو انا بالعكس انا هعمله مش بدري، مش اول 6 ساعات بس بدري في اول يوم او يومين. انما مثلا من اول اليوم الخامس لليوم ال 14 ممنوع تماما، لان ده اضعف وقت للوند. ممكن يحصل بيرفوريشن في الوقت ده. بتوع الباثولوجي اللي قالوا لنا كده في الوقت ده بيكون ضعيف جدا، ممكن يحصل بيرفوريشن خلاص. فبعمله ايرلي، لازم بدري. اشهر وقت بيتعمل فيه اللي هو على اليوم الاولاني تقريبا بعد مثلا 12 ساعه ولا حاجه. ماشي يا جماعه، يبقى الاندوسكوبي مهم. مهم في ايه الاندوسكوبي بقى؟ هقول لك ليه بقى. احنا قبل الاندوسكوبي كنا بنعمل ايه؟ تيجي لنا الام تقول لك الولد انا شاكه ان هو شرب كروسه، بتقول لك احنا دخلنا محل كده لقيت في ايده ازازه وفاضيه فانا خايفه اكون شربها. حاجات بنشوفها كتير قوي. كنا زمان قبل الاندوسكوبي بنعمل ايه؟ بنروح حاطينه عندنا في المستشفى يفضل بقى اندر اوبزرفيشن كذا يوم لحد ما نشوف هيحصل له حاجه ولا لا. خلاص دلوقتي من الاول خالص عنده شويه وجع شويه والواد بيتوجع كده ومش عارف ايه، بروح مركب له الاندوسكوبي ادخل المنظار ده وابص قدامي الاقي حاجه من ثلاثه. الكلام ده مش عليكم بس عشان نفهم يعني. حاجه من ثلاثه، يا اما تلاقي يا دوب الميكوزا فيها شويه هايبريميا محمره شويه، دي بيسموها ستيج 1. دي تقول للام روحي بالسلامه الولد ده زي الفل مش هيحصل له حاجه. ممكن تقعدي يومين مثلا تاكليه زبادي ومهلبيه حاجات طريه كده بس مش محتاج اكتر من كده. طب ترجع لي تاني مثلا خايفه من الاستريكشر او الكارسينوما، عمره ما هيحصل له ولا استريكشر ولا كارسينوما. لو بصيت لقيت بقى بدل يحصل له دامج اوف ذا ميكوزا السر خلاص، لا ده بقى محتاج هوسبيتاليزيشن كذا يوم، ما ياخدش حاجه عن طريق بقه ابدا، ما ياكلش حاجه، كل التغذيه بتاعته توتال بارنتال نيوتريشن محليه في الوريد خلاص. طيب لو بصيت بقى لقيت المرحله الثالثه اخطر واحده، حصل دامج لكل اللايرز الميكوزا والسب ميكوزا والماسكلوزا كله خلاص، ده اخطر حاجه. ده بقى اللي محتاج فعلا بقى لونج تيرم فولو اب. ممكن افضل بقى ايه اتابعه بقى كده طول عمره عشان كارسينوما، وده اللي بخاف من الاستركشر ممكن يعمل لي مشاكل كتير جدا خلاص. الاندوسكوبي هو اللي بيحدد. بص كده كده ايه الاندوسكوبي بيحدد السيفيريتي اوف تيشو انجري الدرجه بتاعتها، والبلاننج فور نيوتريشن سبورت يعني لو كان الاولانيه ياكل عادي بس اكل طري كده سوفت فود، لو بعد المرحله الثانيه توتال بارنتال نيوتريشن بعد كده يبقى جراحه بقى وشغلانه ثانيه خلاص. نمره ثلاثه بيحدد لي اللونج تيرم مانجمنت اوف ستراكشرز والكارسينوما كمان. لو كان المرحله الثالثه لازم اتابعه بقى فتره طويله عشان بخاف من الاستراكشر وبخاف من الكارسينوما بعد كده خلاص. كل ده الاندوسكوبي هو اللي بيحدده. انا من غير اندوسكوبي ما اقدرش احدد اي حاجه، بيبقى الموضوع بالنسبه لي فيج كده وما اقدرش اعمل اي حاجه خلاص. يبقى الاندوسكوبي ده مهم جدا. بدا يقول لي
وات ار ذا ده بقى انا حاسس كده ده اول سؤال ممكن يجي في الكروسز لحد دلوقتي حاجات الانيوميريشن دي عندنا بتبقى مهمه وات ار ذا انديكيشنز اوف ابر جي اي تي اندوسكوبي امتى بعمل للعيان اللي شرب بطاس او شرب بكروسز ده امتى بعمل له اندوسكوبي اكيد بعمله لما بكون الاندوسكوبي مش حاجه بسيطه برضه بعمله لما بكون خايف ان الراجل ده هيدخل في مصيبه هيحصل مشكله ازاي يعني اولا مثلا العيانين عندهم اولتر مينتال ستيت ده معناه ان حصل له سيفير ميتابوليك اسيدوزس والاسيد بدا يحصل له ابزوربشن من الاستومك ده فيه دامج كتير خلاص فبخاف نمره 2 الناس اللي عندهم انتنشنال انجكشن يعني ايه انتنشنال انجكشن واحد خده قاص عايز ينتحر فده متوقع ان هو شارب كميه كبيره دي لازم اعمل اندوسكوبي يعني متوقع يبقى فيه دامج لازم اعرف الدامج اللي حصل له شكله ايه نمره 3 انجكشن اوف لارج فوليوم نفس الفكره هو من الاول عرف ان هو شارب كميه كبيره نمره 4 انجكشن اوف كونسنتريتد برودكتس ماده مركزه قوي طبعا هتعمل دامج لازم اعمل ميتابوليك اسيدوز دي معناها حصل له ميتابوليك اسيدوز نمره 5 كروس الانجكشن باي سمول تشيلدرن لو طفل صغير سنتين ثلاثه ولا حاجه لازم يندوسك على طول حتى لو مش فيش محاله ليه ان شاء الله مش معنى الاطفال الصغيرين يعني الطفل الصغير لو حصل له اي ستريكشر لان كل الاسوف بتاعه قد كده اليومن الجي اي تي كلها بتاعته الديامتر بتاعها غير سمول اي ستريكشر اي فايبروز هيعمل له مشكله هيعمل له مشكله خلاص فالاطفال الصغير لازم احدد الليجن من اولها ابقى عارف ده ممكن يدخل في ستريكشر ولا لا خلاص يعني ايه سمول تشيلدرن نمره بعد كده اي عيان بقى سيمتوماتيك سواء طفل كبير او واحد ادلت ولا حاجه جالي بقى عنده سلايفيشن درولينج سترايدر دي على طول اندوسكوبي خلاص الحاجات دي كلها معناها سيفير انفولفمنت خلاص يبقى سته انديكيشنز كلهم معناها ان في مشكله تحصل خلاص ما دام متوقع حدوث مشكله لازم اعمل اندوسكوبي طيب مين بقى الكونترا انديكيشنز مين العيانين اللي ممنوع تعملوا اندوسكوبي على طول نمره 1 اول حاجه هيمو دايناميك كومبرومايز واحد عنده داخل في شوك جامده جدا طبعا في الاول لازم اصلح الاي بي سي الاول اير واي والسيركيليشن والكلام ده بعد كده اعمل اندوسكوب ما ينفعش اعمل اندوسكوب على طول خلاص لازم اظبط الحاجات دي الاول يبقى اعمل اول سبورت تريتمنت ات فيرست نمره 2 حالات الميدياستاينايتس والبريتونايتس معناها ايه دي اللي حصل بيرفوريشن برافو عليك معناها حصل بيرفوريشن ما ينفعش ادخل حاجه بقى هتوسع البيرفوريشن وهتعمل دخل انفيكشن وتعمل مشاكل خلاص يبقى حالات يبقى العيان من الاول لو جاي لي بيقول لي يا دكتور الحته دي كلها بتوجعني صدره كله كده ده معناه ميدياستاينايتس ممنوع الاندوسكوب الحته دي كلها بتوجعني بطنه كلها كده معناها بريتونايتس ده ممنوع الاندوسكوب بعد كده النقطه الاخيره مايلد انجكشن هي الحاله بسيطه الام جايبه ابنها والولد ما كبير شويه وكده وما بيشفيش من اي حاجه ما عندوش حاجه خالص فده بخليه عندي في الاوت بيشنت كده او في الاي ار ايمرجنسي روم افضل بس ابص عليه كده ملاحظه وخلاص ولا منظر ولا حاجه مش كنت لان بكيت يا عم ما فيش لازم هو ما مبالغين فيها شويه بس نوت نيدد يعني مش محتاجينها يعني لو عملناه بره في اوروبا بقى اي عيان يتعمل له اندوسكوبي مهما كان الحال ده مش عملنا زي ماشي يا جماعه مش كده انا مطالب ان انا دافع عن الكلام اللي مش انا اللي كاتبه يعني طبعا كنت الجيش بتبقى غلط زياده يعني وليه الدافع يا دكتور ليه ما هي عامل ايه سبب اطلع زي زمان اللي كاتبه الموضوع بتهسم فاهم ايه يا جماعه كاتب لي بقى يلا يا جماعه كاتب لك ايه بقى الاندوسكوبي بيتعمل دايما في اليوم الاولاني او الثاني حتى الثاني دي انا مش موافق عليها بصراحه بس هي مكتوبه عندنا يعني اليوم الاولاني او الثاني هو المفروض احسن وقت في اول 12 ساعه يعني من اول 6 ل 12 ساعه ده احسن وقت للاندوسكوبي خلاص بعد كده بتبقى العمليه اخطر بقى لحد اليوم الخامس بعد اليوم الخامس ممنوع اندوسكوبي خالص هيعمل بيرفوريشن بنسبه 29% خلاص يبقى احنا بنعمله في ايه في الوقت ده في اليوم الاولاني او الثاني طيب نعالجهم ازاي بقى اللي شرب كروس خلاص حصل اللي حصل وشرب كروسيف او اترمى عليه كروسيف وجاي لي بقى هدومه كلها وجسمه مليان كروسيف او هو شرب كروسيف اول خطوه طبعا في العلاج ان انا لازم احمي نفسي الاول ده واحد ملابسه كلها مليانه كروسيف وجسمه مليان كروسيف فلازم طبعا في الاول البروتكتيف كلوزز الدكتور يعني الكلام ده للدكتور بقى يلبس بروتكتيف كلوزز جوجل نظارات عشان خاطر ايه لو حصلش فلاش مثلا حاجه في عينيه ولا حاجه حاجات زي كده يعني نمره 2 طبعا ما عندناش الكلام ده في قصر عيني نخش بالبركه كده نمره 2 اللي بيترمى عليه ميه نار البنت اللي بترمي عليها ميه نار عشان الانتقام بتحصل كتير قوي خطيبها السابق بتحصل كتير قوي يروح يستلاب الشارع كده يروح رامي عليها ميه نار اول حاجه تعملها اول حاجه تعملها ايه المفروض اول حاجه ترجع
رجعت. اه انت ما رضيتيش بيا طبعا مش هخلي حد يبص. هو كده مبسوط يعني زي ما حتى خطيبها الثاني اتمسك بيها اكتر. ايه عايزه بقى في حته لا ده معقول. لا ده الفيلم العربي. لا والله في واحده حصلت جت معايا. طب خلاص بقى انا متخلصوا الفيلم. احنا بس ايام سعيد جابت. ايام سعيد جابت. يا سعيد جابت. يا سعيد لا مش هتفرج على سعيد. مش ندمان على اللي عملته؟ حاسس بايه بعد بعد ما مش حاسس بايه وانت محقوقت؟ بقى المهم لا ربنا ما يوري حد بالحاجات دي الفظيعه يعني. خلاص فطبعا العلاج الاولاني لما حد يحصل له كده لا قدر الله مشكله ميه النار ان في الاول حتى بتحس انها ميه عاديه ما بتلحقش يعني بعد كده تبدا تلاقي الدنيا بتتاكل بقى تبوظ. اول حاجه تتعمل على طول ميه جاريه لمده ربع ساعه على الاقل تغسل بقى الجلد والعين والحاجات دي كلها. وكاتب لي في الكتاب كلام غريب قوي ان انا بغسل المناطق اللي فيها كروسز موجوده او الكروس ستورد. ايه ستورد دي؟ مش ستورد يعني ريتيند يعني مثلا لو اترمس في العين انا متوقع مثلا في العين يبقى موجوده فين الكروسز تحت الليدز على طول. وانت بتغسل العينين مش مجرد تفتح العين وترش بيها خلاص كده لازم تروح رافع الجفن اللي فوق ده وتغسل تحتيه وتنزل الجفن اللي تحت وتمسح تروح تعمل تحتيه. لما تغسل جلده مش مجرد ترش عليه ميه من بره بس لا في حتت بتلاقي فيها زي الاكزيلا مثلا الامبليكس في حتت معينه كده لازم تهتم بالاي ووشنج فيها لان بتكون فيها كروس بريتين لما كده هيقلل مش هيفتح بس هيقلل دامج كتير لان هو طبعا ايه يعني بيعمل حراره رهيبه ميه النار بتعمل اكزوثيرميك رياكشن فظيع حرق. فالحرق اول علاج للحرق ايه؟ هو الميه. ميه حاره من الحنفيه تقلل بس الطاقه الرهيبه اللي موجوده. ممكن يحط الكل حاجه ممكن تلج ممكن حاجات بس ميه عاديه برضو مش مشكله حاجه سريعه خلاص. بعد كده خلي بالكم بقى خلاص يبقى احنا عملنا الحاجات دي في الاول الدكتور حمى نفسه في الاول كده وبعدين حاولت انقذ العين اللي اقدر اللي هو غسيل الميه والحاجات دي. بعد كده ابدا ابص على العين بقى لو كان سيمتوماتيك بعمل ايه ولو كان ايه سيمتوماتيك يعني واحد الام بتقول للولد شرب حاجه ومفيش اي حاجه باينه عليه اسمه ايه سيمتوماتيك اعمل له ايه بقى الاي سيمتوماتيك ده هو اوبزرفيشن في الاي ار احطه في الاي ار ايمرجنت روم مش لازم يعمله هوسبيتاليزيشن مش لازم تحجز في المستشفى ولا حاجه في الاي ار ويفضل الاحظه اشوف هيحصل له مشاكل ولا لا خلاص يبقى لو كان اي سيمتوماتيك يبقى انا بحطه في الاي ار. نمره 2 طب لو سيمتوماتيك بقى لو سيمتوماتيك زي ايه سيمتوماتيك بص بقى كتبها المره دي سيمتوماتيك زي ايه زي مثلا عنده سترايدر او هم دول اهم علامتين سترايدر دي مشكله عندنا ده معناه الاوروفارينكس انفولفد يعني الاسوفاجس بنسبه 100% الكتاب كاتب كده 100% اشهر مرجع في التوكسيكولوجي عندنا كاتبها كده لو في سترايدر يبقى بنسبه 100% الاسوفاجس اتضرب يبقى في سيفير دامج للاسوفاجس خلاص يبقى فعلا اشوف مانيفستيشن زي السترايدر او هورس فويس او اي حاجه ثانيه بقى ريسبيرتوري ستريس او كده ده اسمه سيمتوماتيك. اعمل له ايه بقى السيمتوماتيك ده عنده مشاكل في التنفس والمشاكل دي كلها طبعا نمره 1 العادي اللي احنا عارفينه اللي هو الاي بي سي خلاص واسرع حاجه في الاي بي سي الحاجه اللي مضمونه بقى عشان احافظ على الاير واي كويس قوي اندوتراكيال انفيكشن طبعا لان خلي بالكم العيان اللي شم البيبر او الفيومز بتاع الكروس ده في اي لحظه ممكن في خلال دقائق يحصل له ايديما اوف ذا فوكال كورد تورم قد كده ما تقدرش تعمل له اي حاجه فمن اول خالص بسرعه جدا ارجنت اندوتراكيال انتوبيشن الفوكال كورد اهو قدامي كده اروح مدخل تيوب ما بينهم لان لو استنيت شويه دي هتورم مش هعرف ادخل اي حاجه هيبقى حله ايه الوحيد ساعتها تراكيوستومي فتحه من بره بقى مفيش غير حل غير كده خلاص فلازم ارجنت اندوتراكيال انتوبيشن واديله بقى الاكسجين بتاعه. نمره 2 الاي بي سي العاديه السي اسمها سيركوليشن العيان جاي له عنده هايبوتنشن من النزيف والفوميتنج كتير والثيرد سبيس كونستريشن والكلام ده كله اعمل له ايه اعلق له محل انترافينس يبقى القصه اللي مكتوبه قدامكم دي كلام الفرق الكتير ده هي نفسها الاي بي سي اللي هي اندوتراكيال انتوبيشن الكلام اللي بالازرق ده هو المهم اندوتراكيال انتوبيشن وانترافينس فلويدز بس هو ده المهم خلاص يبقى دول اول خطوتين يتعملوا للعيان بسرعه كده رابيد ايرجنت اندوتراكيال انتوبيشن وعلق له محاليل عشان الهايبوتنشن الراجل ده هيدخل في شوك خلاص. بعد كده لو جالكوا السؤال ده بقى بتاع علاج الكروسيفز احنا لما نصلح لكم الورقه كده عينينا هتدور على حاجه معينه مش هنبص لاي حاجه من كلام الفارغ ده الحاجات دي روتين بتتعمل كلها
انما على حاجه مميزه كده ومعينه اللي هي ايه. خلي بالك بقى في حاله دي كونتامينيشن بقى اللي هي جي دي كونتامينيشن افويد اربع حاجات. في اربع حاجات ممنوعين خلي بالكوا بقى. اللي بيشرب بوتاس او ميه مرضى ممنوع تعمل له اربع حاجات خلاص. احنا بنقول طبعا اربع حاجات ممنوعين دول اللي احنا بندور عليهم بقى بنشوف كاتبهم ولا لا خلاص. وعلى فكره دي مدرسه في التعليم في الطب مهمه جدا. انت بعد كده مش شغال جراحين تشتغل اي حاجه وانت واقف مع استاذك كده قبل ما تقول له يا دكتور مثلا علمني ازاي اعمل الجراحه دي اشتغل ازاي قول له ايه الحاجات اللي ممنوع اعملها وانا بشتغل الحاجه دي خلاص. لما تيجي تعلم اي حاجه بتعلمي الاول ايه الحاجات اللي ممنوع تعمليها قبل ما تعلمي الحاجات اللي المفروض تعمليها. لما تقول له علمني ازاي اعمل الجراحه دي هيقعد يقول لك كلام روتيني الكلام اللي موجود في الكتب افتح وشي ازاي مش عارف كده. انما لما تقول له ايه الحاجات اللي ممنوع اعملها ممنوع اقرب لها هيبدا يديك خبرته الحقيقيه بقى المشاكل اللي هو تعرض ليها كده خلاص. فاحنا عندنا نفس الكلام لما تيجي تقول لي ازاي تعالج الروس تقول لي الاول الحاجات اللي ممنوع تعملها له. ممنوع تعمل له اربع حاجات. نمره واحد ممنوع تعمل له ايمسس اوعى تخليه يرجع هيعمل فيردر ديستراكشن اوف ذا جي اي تي. نمره 2 اوعى تعمل له لافاج اي تيوب نيزو جاستريك تيوب او اوروجاستريك تيوب جاستريك لافاج ممنوع هتعمل له بيرفوريشن خلاص. ده في النوع ده اللي هو التيبيكال كروسيس. الاي تيبيكال زي الكربونيك اسيد كمان شويه هنعرف انه ممكن يعمل له جاستريك لافاج مفيش مشكله خلاص. الحاجه الثالثه ممنوع تدي له اكتيفيتد شارت يعني السموم الثانيه حتى الليثيوم. الليثيوم ما بيلزقش على اكتيفيتد شارت لكن لو اديته للعيان مش هيخسر مش مشكله يعني مش هيعمل مشاكل. انما ده ممنوع ممنوع ممنوع. اولا ما بيلزقش عليه ثانيا وده الاهم لما تديله ده هتلاقي الاستومك كلها تيجي تدخل الاندوسكوب بتاعك مش هتشوف حاجه لا كل حاجه سودا قدامك. فكاتب لك كده يعمل لي ايه انترفيرز ويز اندوسكوبي بيبوظ الفيلد اوف فيجن ما بتشوفش حاجه لا تشوف بقى مرحله اولى ولا ثانيه ولا ثالثه ولا الكلام ده خلاص. فهنا الاكتيفيتي شارت ممنوع مع الكروس تماما. الحاجه الرابعه الممنوع اللي انت طبعا الغلطه اللي كنا بنعملها زمان زي ما ايه قالت كده واحد خد اسيد راح مديه له وراه الكالي او خد اسيد راح مديه له وراه اسيد هيعمل ايه ده سيفير اكزوثيرميك رياكشن حراره رهيبه تلاقي عندك مولع قدامك وهو ايه هيت بيطلع بيطلع هيت جامده جدا وبيزود الريسك اوف معلش ريسك اوف اسبيريشن ايه مش عارف ريسك اوف بيرفوريشن اصلا. والله انا قريت قبل كده عن حد كان شغال في مصنع عربيات ووقع عليه اسيد H2SO4 اللي بيتحط في ده هل كان طلع زي الفل بس اورنج وعلى طول بص احنا على فكره لحد قريب انا اتعلمت كده انا وانا طالب قدكم اتعلمت كده فعلا. الاسيد لو شرب اسيد ادي له وراها ويك الكالي. فكنا نسال الدكتور نجيب الويك الكالي منين في البيت يقول لك صابون محلول صابون تخيل والله العظيم صابون اي الكالي كان جد. طب لو شرب اكل بطاطس ادي له وراها ويك اسيد عصير ليمون او خل احنا اتعلمنا كده يعني ايه بلاش سواء الوقت الاصح ان احنا نربنا يعني ما بيحصلهمش حاجه كاربونيك اسيد بتاع العربيات موش. طب وليه اصل بص احتمال الخطر كبير فليه اعرضه للخطر يعني طب مش حلو احنا ما عندناش حاجه في الطب 100% مش حاجه اسمها 100% يحصل له كده يعني ايه واو يا عم خلاص يا عم انا هقول يلا يا جماعه نعم ايه ما انا بقول لك بص يا جماعه بص يا جماعه بيقول لك في النيوترلايزيشن او حتى الدايليوشن حتى تقول له مثلا طب شربه ميه نفس الخطر برضه ممكن يعمل اكسيرمنت الاكشن وممكن يعمل ريسك اوف بيرفوريشن لان بيحصل ايه اسيد والكالي بيطلع سي او 2 كتير جدا جاسس فاهم. بيرفوريشن اسبيريشن دي ما اعرفش قصده ايه هي ريسك اوف بيرفوريشن المفروض دي تو سي او 2 برودكشن انا ما اعرفش ايه اسبيريشن دي يعني هيك على دي انا عارف والله مثلا ليه لا حتى الميه برضو السلفوريك اسيد مع الميه برضو بيعمل اكزوثيرميك رياكشن بس مش سي او 2 بقى مفيش سي او 2 لا لا بره حاجه ثانيه انما جوه هنا انت عندك سبيس مكان مقفول يعني بيبقى الاكزوثيرميك رياكشن اخطر قرار تبقى على شكل ماشي يا جماعه. يبقى خلي بالك العلاج سهل جدا لحد دلوقتي. علاج الكروسف ايه اول حاجتين في الاول احمي نفسي واحميه هو بالميه واغسله من بره كده بعد كده ابدا اشوف اذا كان سيمتوماتيك ولا ايه سيمتوماتيك. لو كان سيمتوماتيك اعمل له الاي بي سي الاول اللي هو ايمرج او ايرجنت اندوتراكيال انتوبيشن وعلى له محاليل. ثم ممنوع تعمل اربع حاجات اوعى إيه تدي له اربع حاجات. ثم الخطوه اللي بعد كده ادي له بقى اربع حاجات بس استنى الاول معلش سوري هل القاعده دي في كل انواع الكروسيفس ممنوع تعمل له جاستريك لافاج؟
لا في نوعين كروسز اللي فيهم كلورايد زي مثلا الميركوري كلورايد هناخده مع الميتاليك بويزن والزنك كلورايد، دول يعتبروا كروسز وان اورجانيك كروسز، لكن وبرضه لو عملت لهم جاستيك لواش خطر كل حاجه، لكن دول بقى ليهم سيستميك افكت بيحصل لهم ابزوربشن وبيعملوا يعني سيفير سيستميك توكسيستي. فانا عندي خطرين، خطر لو سبته في الاستومك هيحصل 100% سيفير سيستميك توكسيستي. الميركوري كلورايد ده بالذات سم خطير، اسم سم السليماني كان زمان بيسموه كده. ده مش الترمومتر ايه تاني، ده مش سم خالص. الميركوري اللي في الترمومتر سم يا جماعه؟ لو اتكسر في بقنا وبلعناه هيحصل حاجه ولا الهواء نوت ابزورب اساسا. الميتال الميركوري الميتال نفسه لا يمتص، انما السام هي الميركوري سولز املاح بتاعته الحصان ده ميركوري كلورايد هو ده المصيبه. الميتال نفسه بصوا يا جماعه الميركوري خطير في امتى بقى؟ مش لو اتبلع، لو شميت الفيبر بتاعه. يبقى العمال اللي شغالين في مصنع الترمومترات هو ده الخطر، الفيبر بتاعته خطير تمتص بقى، انما الميتال نفسه لا يمتص. ليه اسمه سليماني؟ نعم معلش ليه اسمه سليماني؟ الميتال كلورايد اسمه سليماني لان زمان كان القاتل الافلام بتاعت القديمه كان يحط السم ده في الخاتم. فلا مش سليمان ماشي، فيحطه في الخاتم فعايز يموت حد مثلا عامل كده ويحطه في المشروب ده. دي الخباثه بتاعت زمان يعني، ده اخرهم في الصياعه يا عم عدوله. كان هي دي اخرهم يعني، هو اي كاتب ده المجرم الفتك بتاع زمان يعني. فكانوا بيسموه ايه؟ يعني بيتحط في الخاتم يبقى زي خاتم سليمان يخلصك من اي حد انت عايز تخلص منه يعني. الاولى ميلك كلورايد ايه التحويزه ماشي يا جماعه. فالحاجات دي بخلي بالكم انتوا احنا عايزين نخلص الكلام ده النهارده ان شاء الله. فخلي بالكم الميلك كلورايد هو نفسه كروسيف خلاص، ولو عملت له جاستيك لواج في احتمال خطوره ماشي، لكن لو سبته في خطوره 100% وقاتل 100% فطبعا ساعتها ممكن اعمل له جي اي تي كونتامينيشن، اعمل له جاستيك لواج بحرص وادخله بحرص كل حاجه مع عشان ما اعملش فيبريشن، لكن في نفس الوقت لازم اعمل الجاستيك دي كونتامينيشن خلاص الاثنين دول. طيب عشان ما نتوهش بقى، يبقى العلاج لحد دلوقتي سهل، افويد اربع حاجات، تجنب اربع حاجات واديله بقى اربع حاجات خلاص. يبقى افويد فور اند جيف فور اللي هم ايه بقى الاربعه بتديهم له؟ لوكال انتيدوت تشربه لبن مسموح بيه، حتى بعض الناس كتير جدا رافضينه برضه يعني، كل حاجه عندنا فيها كونتروفيرسي كده. انما هنا يعني اغلب الناس بيقول لك لا تشربه لبن لان ده ديمالسنت بيحمي الاستومك وبيقلل الاكسفير الحراره الشديده اللي ناتجه عن السلفوريك اسيد، بيقول لك اتينيويت ان هو بيقلل ايه الهيت اللي بتطلع من الكوست ده خلاص. فيعني ممكن يبقى مفيد رغم ان في ناس برضو بيرفضوه بيقول لك برضو بيعمل مشاكل خلاص. ادي اول حاجه ممكن تتاخد. ممكن نديله ايه تاني؟ كورتيكوستيرويدز كنا زمان بنديها حقن انترافينس سيستماتيك كده عشان اقلل الفايبروزس، اقلل احتمال الاستركشر فورميشن، لان دلوقتي ان هو لا ده بالعكس ده انت هتقلل الاميونيتي وممكن تخفي البين يعني ممكن العيان تلاقيه بيتالم ولا حاجه وما يشتكيش، فبقينا نخاف منه بقينا نديه لوكال في مكان بس ايه لو في ستريكشر ولا حاجه بالحقن كده ولا حاجه خلاص. فممكن كورتيكوستيرويدز ايه انترا ليجنال يتاخد لوكال بس وخلاص. نمره ثلاثه، ثلاث حاجات تديها له انتيبيوتكس. كنا زمان ندي برده انتيبيوتك كبروفيلاكتيك عشان ما يحصلش انفكشن، برده مش محتاجينها قوي. انا بديها بالذات في حالات سي اي تي بيرفوريشن يعني حصل له بيرفوريشن وخايف بقى يحصل له كريزونايتس والكلام ده، فممكن ادي ايه انتيبيوتكس خلاص. ثاني حاجه يعني حتى الحاجات الداخل دي مشكوك فيها، في ناس يقول لك وناس لا. نمره اربعه، اديله بروتون بامب انهبيتورز و اتش 2 بلوكرز عشان اقلل الاتش سي ال سكريشن. طبعا حته مصابه وانجر عمال يطلع اتش سي ال بيزود الانجر طبعا، فانا عايز اقلله. فانا هكتبها لك هو التفسير بتاعها لان مش موجوده في الكتاب، تو ديكريز اسيد سكريشن، الحاجات دي عايز اقلل الاسيد سكريشن بتاعها خلاص. يبقى تجنبي اربع حاجات واديله اربع حاجات. العلاج سهل يتحفظ رغم انه مكتوب عندكم ريزل قوي، لكن ممكن يتقسم تلاقيه سهل قوي خلاص. يبقى افويد ايه اربع حاجات اند جيف اربع حاجات. بعد كده نبدا بقى الكلام العادي، النيوتريشن اخبارها ايه؟ هحددها عن طريق الاندوسكوب، اعمل له منظار الاول واشوف بقى لقيت الدرجه الاولانيه ياكل اكل سوفت فود كده كام يوم وخلاص، لقيت الدرجه الثانيه توتال بارنتال نيوتريشن ممنوع ياكل حاجه بقه خالص خلاص. يبقى ده النيوتريشن بيتحدد على حسب الاندوسكوب ايه جريد. اخر حاجه بقى سيرجري، لو حصل بقى مشكله فممكن نعمل حاجات سيرجري. زي ايه السيرجري اللي بتعمل؟ سيرجري زي ايه مثلا؟ زي مثلا اول حاجه الايرلي اندوسكوبيك دايلاتيشن، دي بقى فايده الاندوسكوب برضو ان هو يدخل في الاول بدري. من ضمن فوائده ان لما ادخله في الاول كده همنع الايه بدل ما يحصل فايبروز ويلم على بعض، بوسع بس من الاول ايرلي دايلاتيشن، اقلل احتمال الفايبروز والستريكشر والكلام ده.
يعني هو دايجنوستيك وثيرابيوتيك كمان. بوجيه دايليتو حاجات دي جنبك بصفيق. خلاص فدي الفايده الثانيه دي الفايده الثانيه يا جماعه للاندوسكوب هو موضوع ايرلي دايليتيشن. السيرجري الثانيه خلاص بقى للاسف حصل فريكشر اهو لقيت العين جايه لي بعد كام اسبوع والحته دي بقى خلاص عمال ياكل ماكل حاجه يرجع بقى عنده فريكشر بالمنظر ده. الحل بتاعه ايه بقى نعمله ايه ساعتها؟ يا اما نعمل كولون باي باس ناخد حته من الكولون لان الكولون تقريبا نفس الدام بتاع الاسوفاجس وروح موصله كده اسمها باي باس اوبريشن بحيث الاكل يمشي كده. يا اما بقى حل تاني جاستروستومي فتحه من بره كده على طول من قبل من كده راح مدخله تيوب على الاستومك مباشره وفيها بالونه برده تتنفخ اهي بحيث تفضل في مكانها وياكل بقى عن طريق تيوب فيدنج تيوب. طبعا حل صعب جدا ممكن يفضل كده بقى في الحالتين طبعا صعبه بتحصل مشاكل طبعا. فبقول لك كان كل البدايه الكلام ده كله ان امه وهي بتغسل بعد ما خلاص غسيل ما رمتش بتاع البطاطس لما رساله كانت انا بنسلكه دي ايه حد معاه من ضمن حاجات بقى بستريكشر بس ايرلي شويه فممكن ايه جلسات دايليتيشن بدخله حاجات زي الاقلام كده اسمها بوجيه دايليتوس تدخل واسيبها شويه يروح يجعل بعد فتره ادي واحد اوسع وهكذا تسليك ماشي يا جماعه ادي علاج الكروسرز والله ما صح رغم ان انتوا لو زرتوه لوحدكم كده شكله رزل قوي ده هو بمنتهى البساطه اي بي سي في الاول urgent endotracheal intubation ومحاليل ثم تجنبي اربع حاجات ثم اديله اربع حاجات بعد كده الانتوبيشن وسيرجي خلاص يلا يا ابراهيم بس يا جماعه خلاص ده بالنسبه للنوع الاولاني من الكروسيفز اللي هي ميه النار الحقيقيه الاورجان. في نوع ثاني من الكروسيفز السنه دي مش مهتمين بيه قوي مش عارف ليه اللي هو الكربونيك اسيد اربع صفحات كربونيك بس كله كلام عشان ما بقاش كربونيك اسيد اللي هو بين قوسين بيسموه الفينول وللاسف مش كاتبين كلمه فينول دي حاجه غريبه جدا. كربونيك اسيد اللي هو بين قوسين اسمه الفينول اللي هو الفينيك والديتول حاجات التنظيف اللي هو بيسموه سم الخدامين دايما الخدامه بتنتحر بيه خلاص. كربونيك اسيد كاتب لك مقدمه في الاول ان هو بيطلع من الكول تار مش عارف سيبك من الفرق ده. استعمالاته الاساسيه ان هو كان واحد من الانتي سيبتكس والحاجات اللي كمطهرات ومنظفات كمستعمل لحد قريب. وعلى فكره لحد قريب كان في مراهم والكريمات انتي سيبتك حاجات مطهرات كده كان فيها فينول بيدخل حاجات من مركبات الفينول كربونيك اسيد وتسببت في موت ناس كتير لان هنعرف دلوقتي ان الكربونيك اسيد بيبقى ابزوربت ثرو انتكت سكين بيعدي منه. فكان زمان في مرهم كريم معين كده كان بعض الامهات الاغبياء زي مثلا البيبي بعد الولاده على طول بعد الولاده على طول بيبقى في الامريكا الكور طبعا بيقع ويسيب حته رو تحتيه كده فبيقعدوا يغيروا عليها يحطوا الكحول المفروض. فناس كانوا بيحطوا الكريم ده اللي هو الفينول ده فكان العيال بتموت لانه بيبقى ابزورب ما هي قدرتها اتصرفت حاجه مطهر وخلاص الدكتور بيكتب الكحول المفروض تحط خلاص. المهم يعني فده ايه انتي سيبتيك كمستعمل از انتي سيبتيك. بعد كده يعني كربونيك اسيد لا الديتول دلوقتي بقى حاجه ثانيه انا بتكلم عن الاصل بقى الفينيك والديتول بتاع زمان دلوقتي هم عارفوا خلاص خطوط الفينيك الكربونيك اسيد بدا يدخل مواد فعاله ثاني. يا جماعه لو سمحتوا مش عايز كلام بقى لازم نخلص الكروس النهارده وناخد الحته بتاعه ايوه الصعب طين ده اسمه ترامادول خلاص. الغريب بقى كربونيك اسيد ده طبعا فيري توكسيك. الغريب ان هو اسمه كربونيك اسيد ودي تسميه خاطئه ان هو مش اسيد حقيقي هو ما بيغيرش لون الليتمس بيبر ما بيخلوش احمر بيحمروش يعني كده لكن خلاص احنا اتعودنا على كلمه كربونيك اسيد ومشيت التسميه دي ماشي يا جماعه. وادي المعلومه بقى اللي بقول لكم عليها ان هو ابزوربد من الجلد انتكت سكين والفيبر بتاعته برده ابزوربد وبالتالي في منتهى الخطوره. موجود فين مركبات كربونيك اسيد؟ في حاجات كتير سيبك منها اهمهم بس ان هو انتي سيبتيك وديس انفكتنت حاجات بقى زي الفينيك بتاع التنظيف ده كان بيستعمل از ديس انفكتنت ما مركبات اصل في دي حاجات طياره بتبقى فممكن تضاف بس مش الفينيك يعني مش هحطه فينيك حاجات كربون من مشتقات الكربون الطياره اللي هي زي تاني فولاتايل ده مؤاخذه بتفضل معاك ماشي يا جماعه. طيب كونديشن اوف بويزنينج امتى الواحد يتسمم بكربونيك اسيد؟ كالعاده اكسيدنتال سوسايدال هوموسايد ينفع اكسيدنتال طبعا اثناء التنظيف وكده لان هو ابزورب من الانتكت سكين لو اتسبع الجلد فتره طويله خطير. ينفع سوسايدال ده كان سم رائع في الانتحار سم الخدامين كل الخدمات بينتحروا بيه فيري شي رخيص
ومتوفر موجود في كل حته. والغريب انه بيعمل بين للسدف، هنعرف دلوقتي ليه لوكال انستيك افكت. ففعلا يعمل شويه بين في الاول وبعد كده البين بيختفي كمان. خلاص نمره 3 ينفع هوميسايدال؟ شفتوها في الكتاب ينفع هوميسايدال؟ مستحيل ينفع هوميسايدال عشان الكاركترستكس ريحته فينيك ريحته مميزه جدا ما ينفعش تحط في الاكل. خلاص وبالتالي نيفر نيفر هي مش موجوده في الكتاب بس تعرفوها نيفر هوميسايدال بالعافيه. طيب نيفر ماشي يا حاجه بس هو نيفر هوميسايدال نيوتو كاركترستكس مان والله بالعافيه ايه نيفر يعني هو لو انا مكتفاه وفتحت بقه كان ايه هيحصل بقه ام طيب الكلينيكال بيكتشر لاحظوا بقى خلي بالكم انا دلوقتي بتكلم على نوع جديد من الكروسيفز اسمه ايه تيبيكال كروسيفز او اورجانيك كروسيف يعني ليه لوكال اكشن وكمان اللوكال اكشن بتاعه اي كلام مش مهم الاهم بكتير بقى هو السيستميك الريموت افكت بعد ما يحصل ابزوربشن يبدا ياثر على الاورجانز البعيده في قلق احنا مع بعض عيب بتاع كريم ها يلا مش عايزين نتراف شمال يا جماعه خلاص ملي لوكال ولي ريموت سيستميك افكت ده اللي يهمني هنا بقى خلاص اللوكال افكت بتاعه حاجات بسيطه كده لو جه على الجلد ولا حاجه ممكن بيبيض في الاول شويه بعد كده بيبدا لونه يغمق ياخد بيرن لونه غامق مش كاتب لك اللون بس هو بياخد لون براون كلر كده لو جه على العين برضو بياض العين ده هو الفينيك نفسه لونه بني فبتلاقي بيبدا اصفر كده او يلوش كل الحاجات دي لوكال افكت مش مهمه يعني نمره 2 شويه سيفير بين لو شربه يعمل لوكال اريتيشن برضو لوكال افكت فيعمل لي ان بي سي دي كالعاده اي حاجه تعمل جي اي تي اريتيشن تعمل لي نوزيا فوميتنج كوليك دايريا الفوميتنج بتاعه ممكن يبقى بلادي لانه كروسي برضو والدايريا ممكن تبقى بلادي خلاص اللوكال افكت بسرعه كده مفيش حاجه مهمه الاهم بكتير بقى هو الريموت افكت بعد ما يحصل له ابزوربشن بقى بيعمل ايه ما قلناش الكلام ده مع الكروس اللي فاتت مع السلفوريك اسيد كان هناك بقى هو لوكال افكت بين ودرولينج واللي هي سلايفيشن والكلام ده هنا بقى السيستميك هو الاهم سيستميك افكت زي ايه نمره 1 على الهارت والبلد الكربونيك اسيد بيعمل دايركت مايوكارديال توكسيسيتي هو على فكره سم خطير سم فعال جدا في الانتحار بيضرب حاجات كتير جدا في الجسم على الهارت دايركت مايوكارديال توكسيسيتي يبدا يجي له هايبوتنشن ورابيد بالس واريزمياز وحاجات كده نمره 2 يجي له ميت هيموجلوبينيميا الفينول احد السموم القليله في الكتاب اللي بتعمل ميت هيموجلوبين بتحول الهيموجلوبين اللي هو الفرس اللي عندنا الى فيريك تحوله الى ميت هيموجلوبين نايتريت زي ايه قبل كده نايترايت فيتامين سي لا دلوقتي زي هو اللي بيعالج الكلام ده صوديوم سلفور صوديوم سلفور دايم ميثايل 4 امينو فينول اللي هو علاج الساينايد كان في حاجتين بقى استعملوا في علاج الساينايد بيعملوا ميت هيموجلوبين النايترايت ودايم ميثايل 4 امينو والحاجه الرابعه اللي هو النفتالين ده مع الانسكتسايد ماشي يا جماعه فالمهم يعني يبقى ده بيعمل ميت هيموجلوبينيميا الكربونيك اسيد اهو من الحاجات اللي بتعمل ميت هيموجلوبينيميا يبقى في العلاج ميثيلين بلو او فيتامين سي ريديوسينج ايجنت من دلوقتي خلاص بعد كده تاثيره الثاني على النيرفس سيستم خلي بالكم بقى عشان اوضح لكم حاجات مش واضحه في الكتاب الكتاب كاتب بقى بس على بعض رزع كده اقول لكم بس حاجه مهمه قوي على النيرفس سيستم بيعمل حركه اغلب السموم بتعملها انيشال ستيميوليشن ذن ديبريشن اثناء الاستيميوليشن بصوا بقى لاحظوا عشان يفصل لكم الكلام الغريب اللي مكتوب بعد كده اثناء الاستيميوليشن يعمل لي تاكيبنيا في الاول ووشنج سي او 2 فيعمل لي سباتو الكالوزس ما تكتبوش حاجه هنكتب الكلام ده دلوقتي مع بعض يبقى في الاول سباتو الكالوز مش كده بس ده اثناء السي ان اس ستيميوليشن في الاول بيعمل ستيميوليشن اوف ادينجر فيستيفال نيوكليس ثيرد كرينيال نيرف نيوكليس فيعمل لي مايوزس كونستريكتيف بيوبل والكونستريكتيف بيوبل بتاعته ممكن تفضل فتره طويله خلاص بعد كده بيروح داخل في سي ان اس ديبريشن يعني بيدخل في كوما بيكون كوما ولسه عنده كونستريكتيف بيوبل فالفينول او كربونيك اسيد من الحاجات اللي بتعمل ايه تريد اوف ثريسيز كوما سايانوزس كونستريكتيف فاكرين الجدول اللي خدناه بتاع او بي او بي ده لما تيجي تقراها لو قريت اللي في الكتاب لوحده هتوه ما تبقاش عارف جت منين الكونستريكتيف بيوبل دي لا هو فعلا اوبيوم والفينول اهو بيعمل تريد اوف ثريسيز كوما سايانوزس كونستريكتيف بيوبل ليه بيعمل كونستريكت عشان الحته دي في الاول تي ان اس ستيميوليشن بيعمل لي ايه كونستريكتيف بيوبل
خلاص. بعد كده يخش الديبريشن. طبعا الكلام الباقي بقى مش محتاج مذاكره، ما دام عمل ستيميوليشن في الاول يبقى يعمل لي كونفرجنس، ثم يدخل في ديبريشن يعمل لي دي اس اس سي دراوزن سليب سوبر كامل عادي، ويموت في الاخر من ديبريشن اوف سبيشال. بص الكتاب كاتبها ازاي اهي، انيشال ثانيه واحده بقى ستيميوليشن ديبريشن، فيعمل لي كونفرجن مفهوم عشان ستيميوليشن، بعد كده ديبريشن يعمل لي ستوبر وكوما، كل مره بيكتب حاجه شكل هي كلها زي بعض دي اس اس سي دراوزن سليب سوبر كوما، ويموت في الاخر خالص من الديبريشن اوف ريسبيرتوري سنتر سنتر اسيكس. هي هي ايه السؤال؟ ما عشان في الاخر بقى نقول ديبريشن اوف ريسبيرتوري سنتر مصيره في الاخر، اي سي ناس ديبريشن مصيره في الاخر ديبريشن اوف ريسبيرتوري سنتر. خلاص التاثير اللي بعد كده بصوا يا جماعه على الكيدني، على الكيدني دايركت توكسيستي اوف ذا كيد دايركت نيفروتوكسيستي لو تفتكروا الجنرال ها وبيانجرينو. لو تفتكروا الجنرال توكسيكولوجي قلنا في سمين متخصصين للكيدني الميركوري والكربونيك اسيد اللي هو الفينو، ده توكسيك تو ذا كيدني مباشره. خلاص توكسيستي يعمل انيوريا ورينال فيلير، مش كده وبس، ده الفينو بيتحول في الجسم الى ميتابولايتس معينه كده، لما تنزل في اليورين وتتعرض للهواء بيحصل لها اوكسيديشن، بتلاقي اليورين بقى لونه اخضر جرين يورين. انا كاتب لك التفسير اهو، بيتحول جرين اون اكسبوجر تو ايه، عشان في حاجه اسمها هيدروكينون، دي الماده اللي بتعمل اللون الاخضر ده، في ناس بيسالوها اسمها ديوتو فورميشن اوف هيدروكينون. خلاص يبقى خلي بالكوا كلمه جرين كلر دي في يورين دي ما تتنسيش، لان دي العلامه اللي بشخص بيها كتير جدا. اخر السنه تجي لك كيس توكسيكولوجي مش فاهم فيها ولا كلمه، كلام غامض وغريب كده ما اعرفش هم عايزين ايه، وتقرا في النص كده كلمه ايه، العيان عنده جرين يورين، خلاص الحمد لله اتحلت دي كربونيك اسيد. خلاص دي من الحاجات الكي اللي بشخص فيها مفتاح للتشخيص. ماشي يا جماعه، ادي التاثير على الكيدني. انا غيرت الترتيب بقى، الكتاب عندكم كاتب ريسبيراتو في الاول وبعدين كاتب الباقي، وده ترتيب مش منطقي، الصح بقى زي ما انا مرتبها كده. خلاص ليه؟ بصوا بقى يا جماعه، لان بعد كده في الريسبيراتوري كاتب لك ايه تاثيره على الريسبيراتوري، كاتب لي دي رابيد بريدنج. جت منين بقى الديب رابيد بريدنج؟ يعني بيتنفس كده ده معناه ميتابوليك اسيدوزس. ديب رابيد بريدنج معناه ميتابوليك اسيدوزس. جت منين الميتابوليك اسيدوزس؟ ممكن يكون لا، بس هو الاهم بقى ليه، هو تفسيرها كده بالظبط بسبب التتابع اللي فوق. بصوا يا جماعه بقى، لو حد سالكم ايه هو الاسيد بيز امبالانس اللي بيحصل مع الكربونيك اسيد، هتقول له الاتي، هنكتب مع بعض بس افهموها الاول. في الاول ستيميليشن فيعمل تاكيبنيا، فيعمل لي ريسبيراتور الكالوزس، واحنا عارفين ريسبيراتور الكالوز حاجه باظت، فالتاني بيحاول يعوض، تبدا الكيدني تطلع بيز بايكربونيت كتير في اليورين، لكن الكيدني للاسف بايظه، الكيدني ده مش نيفروتوكسيك، فالكيدني طلع بيز كتير جدا 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 لدرجه العيان اتحول من ريسبيراتور الكالوز الى ميتابوليك اسيدوز. خلاص دي تو رينال دامج. التفسير اهو، نفهمه مع بعض بقى عشان نبقى فاهمين، ده مهم والله. فينول بتعمل ستيميليشن للسيل سايت، بتعمل لي ريسبيراتور الكالوز، ميتابوليك اسيدوز فولوز because of excessive renal loss phase during stage of renal compensation بسبب renal damage. يعني تقريبا زي السنسيلات. يا سلام عليك. بس السنسيلات ده اكثر بقى الانكب، برافو عليك، ان هو نفس التتابع بتاع السنسيلات. تمام. هو هنا مش كاتبين حاجه خالص عن الاسيد بيز بقى. وكده لك ديب رابيد بريدنج وخلاص، وانت افهم لوحدك بقى. بقى. اه وانت تخيل بقى. عشان اخد فيو احسن. لا كيف كده انا بحب اقف عشان اتحرك مصر برضه في ناس يا لهوي مش احترام للي واقف قدامكم يعني انا واقف قدامكم ايه يلا يا جماعه خلاص ده بالنسبه لا 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 تصوري يا توقف الموبايل مش جنبي يا ابراهيم ما تخليك في حالك صدق اللي بيعملوا فيه طعم صح عشان بس لين انا لا تدخل على بعض عايز يخرب انت عارف دي اصلا عمرها كانت مشكله في حياتي مش حرام شقه زي دي تعمل الدروس ايه اللي
تعمل كافي شوب دي تبقى كافي شوب ايه بس السلم اللي احنا بنطلعه مثلا سلم بلياردو كده سلم الباقي اللي احنا بنديه والله والله العظيم مشروع نايت كلاب ها نايت كلاب نايت كلاب اه بتشتغل كل واحد تفكيره بقى يعني سيبك من الطب وبتاع وتبقى شغلانه جميله ايوه بارمان بارمان وتشتري بتاع حقوقين صغيرين كده تخليهم معاك تشتري ايه شغلانه حلوه برضه ماشي يا جماعه طبعا ده بالنسبه لايه كلينيكال بيكتشر بتاعتنا بعد كده بتموت من ايه بقى كوز اوف ديث بيموت ازاي بالحاجات اللي احنا قلناها يا اما من الديبريشن اوف ريسبيراتو سنتر اي ديبريشن لازم نهايته هي ديبريشن اوف ريسبيراتو سنتر يا اما نمره 2 يموت من الرينال فيلير اللي هو دايركت سيستي في اسباب ثانيه طبعا للوفاه ما اتقالتش هنا الاريثميا بسبب تاثيره على الهارت في حاجه ثانيه ممكن نقولها يعني خلاص بعد كده انفستيجيشن هتشوف بقى بيعمل ايه واعمل له انفستيجيشن اشوف الكيدني فانكشن تيست اعمل له اي سي جي مش مكتوب عشان الاريثميا اللي بتحصل اعمل له الميتهيموجلوبين ليفل اشوف اخبار الميتهيموجلوبين ليفل قد ايه لان لو زاد عن درجه معينه لازم علاج لازم ياخد انسولين بلو ولو زاد قوي محتاج بلاد ترانسفيوجن الدم ده باظ خلاص خلاص فالمفروض ان انا احدد الميتهيموجلوبين ليفل لازم اعرف يعني قليل ممكن ما يحتاجش علاج اقل من 30% ما يحتاجش علاج اكتر من 30% ميتهيموجلوبين لازم انسولين بلو او فيتامين سي اكتر من 70% ده بلاد ترانسفيوجن مش ينفع مع حاجه ده المهم بعد كده العلاج اعالجه ازاي كالعاده اول حاجه سبورتد مش عايز تفاصيل الاي بي سي العاديه اللي انا عارفها نمره 2 كذلك بقى الاطفال مش مهم خلاص نمره 2 دي كونتامينيشن ايه دي كونتامينيشن جاستيك لافاج والكلام ده هنا بس خلي بالكم احكام حاجه بقى خلاص الكلام ده مهم بقى كل مره بقول لكم جاستيك لافاج ابتدي شكله وبسكت على كده لا هنا في شويه تفاصيل لازم اعرفها وبتتسال اولا الشغاله الخدامه اللي هي انتحرت اللي حاولت تنتحر بانها شافت فينيك تخليها ترجع ولا لا تعمل لها امسز ولا لا ممنوع تماما امسز از كونترا انديكيتد على الجلد والعين بقى تغسله مش على امسز كونترا ده سؤال مهم امسز از كونترا انديكيتد ليه ان شاء الله لان العيان ده او العيانه دي في اي لحظه هيحصل لها كونفالشنز او كوما هو بيعمل سي ستيميليشن ديل ديبريشن وبسرعه رابيدلي اكتنج على فكره سم فعال مميت وبيموت بسرعه خلاص فدي في اي لحظه هتدخل في كونفالشن او كوما ما ينفعش تخليها ترجع وهي داخله في كونفالشن او كوما نمرة 2 لان هو كمان كروسف في الاول والاخر اولا ايه كروسف خلاص بعد كده جاستيك لافاج انا متعود في الكروسف العاديه ممنوع الجاستيك لافاج هنا بقى لازم اعمل جاستيك لافاج لان اللوكال افكت انا مش خايف منه انا خايف من السيستميك فلازم اشيله قبل ما يحصل له ابزوربشن ليه بعمل جاستيك لافاج عشان اولا حد هيرد عليك ويقول لك ايه هيرد عليك ويقول لك ايه اعمل له جاستيك لافاج ليه طب ما هي بترجع وفي فوميتنج مش عارف ايه لا خلي بالكوا انا قلت من شويه حاجه ما خدتوش بالكوا منها ان الفينول او كربونيك اسيد ليه لوكال انستيك افكت يعني هي في الاول فعلا هترجع بس بعد كده الاستومك مش هتحس باي حاجه مش هيحصل لها اريتيشن فالفومتنج بيبدا لكن رابيدلي ديسابير بيقف بسرعه جدا خلاص يبقى الفومتنج ده مش هيطلع السم اللي موجود جوه مش افكتيف يعني فلازم اعمل جاستيك لافاج ثانيا اعمل جاستيك لافاج وانا مطمن لان ده بيعمل كواجلتيف نيكروزس ثيك وول وذ سوبرفيشال السر او الاستومك بيعمل كواجيليشن اوف بروتينز بتاعه الاستومك وبالتالي ما بيخلي الوول بتاعته تبقى ثيك مش هيحصل لي بيرفوريشن يعني نما ثلاثة عشان انا خايف من السيستميك افكتس طبعا مش من اللوكال فلازم اشيله قبل ما يحصل له ايه سيستميك مش هعمل كاف ده اندوتراكيال تيوب برافو عليك طبعا طبعا لان ده هتدخل في كوما في اي لحظه برافو عليك طبعا بس تعمل كاف ده اندوتراكيال تيوب خلاص النقطه اللي بعد كده طب ايه بقى الكلام ده مهم بقى طب ايه اللوكال انتيدوت اللي انا بستعمله لما بغسل المعده بغسلها بميه عادي اسيب لها ايه في الاخر حاجه لوكال انتيدوت كده حاجتين عكس بعض تماما عكس بعض تماما يا اما لبن رمز البراءه يا اما خمره تخيل حاجه من الاثنين يا ملك وخدنا الكلام ده قبل كده يا ملك الكحول قلنا ايثانول 10% وقلناها قبل كده الملك برافو عليك برافو عليك الملك فايدته ايه ليه بديه ملك ده عشان لا مش ديمالس ما انا مش خايف من لوكال افكت ما بيعملش لوكال افكت انما الملك فايدته ايه لان قلت لكم الكربونيك اسيد بيعمل كواجيوليشن اوف بروتينز اوف ذا ستومك فبديله حاجه فيها بروتين ملك او ايج وايت اي حاجه فيها بروتين كتير عشان يعمل كواجيوليشن اوف ميلك بروتين سيفنج ماي تيشو بروتين يسيب البروتين بتاعته خلاص يبقى لحد دلوقتي ما هو دور الملك في علاج الكروسيس هنجمعه دلوقتي ونكتبه مع بعض في حاله الان اورجانيك كروسيس زي السلفوريك اسيد والبوتاش ده ديمالسيف وفي حاله الكربونيك اسيد
ده بيدي بروتين فوكو اجوليشن بروتين سيفنج السومك بروتين السومك خلاص. يا اما بستعمل ايثانول 10% فايدته ايه ايثانول يذوب الفينول. بس لو قلت كده لوحدها ده انت كده غلط. عندنا دكتور في الاورال بيسال السؤال ده على طول يقول لك ايه هي اللوكال انتي دوتس بتاعه الفينول؟ هتقول له يا اما ملك يا اما 10% ايثانول. هيقول لك ايه فايده الايثانول؟ هتقول له عشان بيدوب الفينول. هيقول لك طب يا بنتي لما تدوب الفينول هيمتص بسرعه هيخش على الجسم بسرعه شيرة. فانت عايز يسمع منك ايه بقى؟ ان انا بدوبه واعمل جاستك لواش بسرعه جدا عشان اشيله خلاص. لان التدويب ده بيسهل ان انا اشيله عن طريق جاستك لواش بيتشال بسهوله خلاص. فولو باي رابيد جاستك لواش خلاص. السؤال ده سأل قدامي للجنه كامله ولا واحد جاوب. سأل ولا سأل دكتور؟ لا دكتور هو بتاع التسخولي يعشق التسخولي دكتور هذا اللي يلاقيه ما هالك عشان هو ده بيسكو في لجنة كاملة. السؤال ده ما حصل لا ما تحرقش على حاجه مش مشهور برضه هيتسال برضه السنه دي وما حدش هيجاوب. لو بلعت فار بابا لبات ايه كان في دكتور بان كانسر بيسال لو بلعت فار ايه اللي هيحصل؟ يعني الرد كل حته من الفار هتتضرب فين وايه اللي مش هيتعمل؟ مين الدكتور؟ ايه دكتور جهان انت؟ واحد قال له وراه قطه يا دكتور. شاهد ايه سبب؟ تعمل دي وسيلة تعذيب اه والله العظيم عظيم احد وسائل كورشن تعمل في القرن الماضي. لا 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 مش عندنا. بس انا بصراحة اعجبت ما عندناش كلام اعجبت بالطالب لانه حرق دم وقال له حبل عوراه قطة حلوة ماشي يا جماعة؟ خلاص بقيت العلاج بقى بقيت العلاج طبعا خلي بالكوا كان مديكم تمليش كل اللي انا قلته ده ممنوع ان هو يرجع ولا استوي جسم لافاش كل ده لو كان اورال. انما لو كان السم ده جه على الجلد او كده بعمل ده طبعا بغسله بميه عادي جدا واقلعه هدومه عشان ايه اقلل الابزوربشن والكلام ده كله. الخطوه اللي بعد كده في العلاج يلا يا جماعه اشيله ازاي؟ لو دخل الدم بشيله ازاي؟ ممكن اعمل له لان هو بيلزع على كليت شاركل رغم ان هو كروس لكن بيلزع على كليت شاركل فممكن اعمل له هيمو بيرفيوجن. اخيرا سيمتوماتيك تريتمنت الكتاب مش كاتب بس انا ممكن اقولها بقى سيمتوماتيك تريتمنت ازاي. لو عمل رينال فيلير اعمل له دياليسيس. لو عمل ميت هيموجلوبينيميا نكتب بقى علاج الميت هيموجلوبينيميا اللي هو ايه ميثيليون بلو او فيتامين سي. وده السؤال اللي جه فاينل 2013 الدور الثاني جالهم سؤال كده ميثيليون بلو يقول لك كده يوزس ميثيليون بلو انتوكسكول كان جاي سؤال ترو فور صح وغلط. ميثيليون بلو از يوزد از ثيرابيوتيك انتوكسكول عشان تقول له صح زي حالات ايه بقى؟ الساينايد اولا في علاج الفينول اهو كاربونيك اسيد نمره 2 اثناء علاج الساينايد عشان احول الهيموجلوبين اللي بيتهم خلاص كده خلصنا الشابتر ده. فاضل لنا بقى حته الترامادول بالظبط دقيقه ونص هو مش عايز اكتر من كده خلاص. اهي صح رول اوف ميلك الماجيك بروسس ادي الحاجتين اللي هو بيعملهم في الان اورجانيك وفي الكربونيك اسيد. ليه انا ما ينفعش ادي صوديوم بايكربونات؟ اعمل جاستريك لافاج بصوديوم بايكربونات وده ويك اسيد عشان ايه؟ ما. يعني ده ويك اسيد هو مش اسيد حقيقي بصراحه. هقول لك ما بيغيرش لون الليتمس بيبر اساسا. طب الالكول مش اسيد هيتفاعل مع الكربونات؟ ما جربناش ما هيتفاعل مع الكربونات مش عارف افيدك يعني بتاع البايو بقى من هنا ما اعرفش ممكن يعمل ايه لكن هو مش هيطلع كربون دايوكسيد يعني مش عايز افتيك يعني مش عايز لما تفترضوش ان انا باخد في البايو والفارما وكده انا لست اله الطب يعني عادي مواطن عادي ماشي يا جماعه. طيب اخر حاجه بقى نرجع بس للترامادول بسرعه كده. الترامادول اللي مكتوب قدامكم ده كله يعني بصوا يا جماعه خليكم معايا. الترامادول ده يعني انا هعمله سلايد واحده بس هخلصه ونصورها ونذاكرها بالسلايد بس مش عايز اكل كده ماشي. الكاميرا ده كده كله كلام فارغ وحطيناه بس عشان نخزي العين كده ونبين ان احنا بنكتب الحاجات الجديده يعني خلاص بقى الترامادول. هو فعلا ما انت بقى ما تنصحش بقى الحاجات دي. طب ايه في ما عم بيقول ده ليه صعب قوي كده خلاص ارجع بقى من اول واقول لك شويه.
عايز اشتم براحتي.